وبحر، ورأى علماء الأمة الذين تركوا حقيقة الدعوة ولجأوا إلى كثرة الكلام وإلى كثرة الهراء. أين وجود العالم في ريفه وبين قومه في إجازة من الإجازات وهو أستاذ في جامعة أو مدرس لم يجلس مع خمسة حتى يعلمهم زكاة لعلمه وزكاة لما أعطاه؟ فتفشى الفقر، تفشى فقر العلم، وأصبح الناس عرضة لأهل الهوى. أين علماء الأمة الذين يقولون ما لا يفعلون؟ ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم، رآهم وبأيديهم مقاريض من حديد يقرضون بها ألسنتهم، كلما قرضت عادت كما كانت. فقال: ما هؤلاء يا أخي جبريل؟ قال: هؤلاء علماء أمتك، علماء الفتنة، يقولون ما لا يفعلون.